من مواطني مدينة طويلة، أسكن في الفاشل، وبسبب النزوح وصلت من السنة الماضية في نتيجة لإهمال البيانات والإهمال الإزعاج الموجود في المدينة وغيره. دانات بجاي والطلق الماشة وجاي وسرقة زي ما يعني حياة زي الزفتي، والحكومة جايبة يعني التباه ونظر الناس العايشين ديل، وشوف على الصغار يعني كمية من الناس اللي ماتوا ما تقول إنه ديل دعامة ولا شوفوا أو مواطنين، بس معانا وكمية من النزوح كمان تشونا وشال حاجاتنا وجلد وقتل أخويا واحد وقتلوا من الجيران برضو أحنا كتير قتلوهم وساقوا بحايمهم. وفي منطقة الطويلة طبعا يعني حسينا بالأمن إنه ما في أصوات ترصاصات، وخلاص الليلة طبعا يوم الإيد، هي تلانا للإيد، فأول إيد أنينا نحس من منذ وقوع بداية الحرب، أول إيد أنينا نشعر به بالسعادة ونشعر به بالأمن. السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. لكن نحمد الله الآن في هذا اليوم، يوم طيب، يوم عيد، يوم مبارك، أمامنا جمع لم أشاهده من قبل. كنت بصلي في الفاشل في الخمسينات والستينات في الميدان الكبير ميدان النقعة، لم يكن عدد الناس بهذا العدد. يعني هسي أي زلمة بقول لك أنا حزنان، أنا زعلان، يعني الناس اللي بقول لك أخوي وأبوي وأختي وزوجي كلهم، يعني كلهم أسرة واحدة بتموت، والبطلع منهم من الأسرة كلها إلا زول واحد، يا ولد صغير يا بنت ولا زوجة كده، مستحيل تلقى أسرهم كلهم متكاملين. حس إن إحنا كمية من الناس هنا أسرهم كله ما في، من أي أسرة تلقى زول واحد واحد واحد. فالناس هنا محتفلين بالمناسبة وشوفها فرحانين، والأسر كلها فرحانة ومبسوطة، لأن ما في درب وما في زول بربط في الوطن، ولا ما في زول تاني بربط في بنبطي في غار هيتا عشان يتستر من الرصاصات. في هذه البقعة الطيبة المباركة ونحن فرحين. ها أيها الإخوة، ها هو الإيد، ها هو الإيد، قد أطل علينا فجره وخرج علينا يومه. بعض الناس عيده تحت ذوي الطائرات وقصف المدافع والرشاشات. جراء هذا الحرب يعني ما لقينا أي خدمات، فمحتاجين إنه تدخل عاجل للجهات الإنسانية والمنظمات ذات الأمم المتحدة، إنها أن تدخل عاجلا في بشكل بتاع توارب المناسبة عشان ينقذوا الحياة بتاعة الأطفال والمرضى. طيب أول حاجة الحرب الدائر في السودان، أنا الرسالة لهم إنه يا أخي يوقفوا الحرب، إنه يوقفوا الحرب، لأن الشعب السوداني تاني من هنا وقدام ما بقدر بيتحمل. الجوع وصلت السقف، التعليم أصبحت ما في، التحريك أي الوضع الاقتصادي صفر. إن شاء الله يا رب يكون دنيا أمان ويجوا أسي. سبحان الله في ناس كتير قاعدين زعلانين وحزنانين، حتى اللي بيلبسوا ذاتهم عندهم، لأنه الحريقة أكلت ملابسهم. وأنا ذات الحاسي اللي أفسد هذول أي هدية، أصلا ما طلعت من النزول من الخرطوم للفاشل لمقرن شقرة، ما طلعت بأي حاجة. فنأمل أن في هذا اليوم أول حاجة أهلنا كلهم يكون عندهم السماح يسامحوا فيما بينهم. الآن بنعلم أنه في كثير من مدن السودان في مدن لا فيها صلاة العيد، في مدن فيها صلاة بتجمع بخوف، في مدن فيها صلاة بحراسات. نحن الحمد لله في هذا الموقع كلنا قاعدين بطمأنينة بثقة بنفس عالية، ما في حد فينا خايف، ما في حد مرتجف، ما في حد ملابس. أتمنى للسنة الجاية يكون في أمان واستقرار، والناس اللي ما عندهم ديل الحكومة تساعدهم يكون عندهم يعني غذاء وحذاء ولبس جيد، ملبس جميل، ويساعدوهم في مكل وشراب. يعني هسه الموية ذات بقت صعبة، يعني الناس بقت كمية كثيرة في منطقة واحدة، صعبة شديد. الجهاد المتحاربة يجب إنه أن يوقفوا صوت السلاح ويرجعوا للصوت الأقل، عشان إنه يتحاوروا ويصلوا للأرضية مشتركة، ومن بعدها إنه ممكن نبني دولة سودانية.